من المعروف بأنه في الاستحقاقات السابقة وفي ظل يعني الانقسام العمودي اللي مرق في البلد، أقل مرة حصل فيها الرئيس نبيه بري على عدد أصوات في ظل الانقسام السياسي هو 90 صوت. في مسألة مرتبطة بالصورة، يعني بمعنى برمزية الرئيس نبيه بري على رأس هذا البرلمان على مدى 30 سنة، بأنه هو على الرغم من كل الخلافات السياسية التي قد تطرأ إنما هو يبقى شخصية جامعة، يستطيع أن يعني بيأخذ من كل الصحون ودعم من كل التيارات والأحزاب السياسية المتخاصمة. هذه أول مرة رئيس نبيه بري بيواجه مشكلة على مستوى الصوت ويعني حجم الأصوات اللي راح يربح فيهم. هل في كمان حتى معلومات بتشير إنه طرح موضوع التزكية بهذه الجلسة على اعتبار ما في مرشح غيره؟ هل يرضى الرئيس نبيه بري بأن يكون رئيس للمجلس بهذا العدد القليل من الأصوات؟ قبل ما نفوت، إذا هل يرضى حتى النجاح بالدورة الثالثة بالأغلبية النسبية؟ يعني مش بخاطره أو مش بقراره بإرادته، عم أقول إنه هذا في شيء جديد بمجلس النواب، إنه أصبح في كتل جديدة عندها ملاحظات على أداء رئيس نبيه بري بغض النظر عن كيفية التعبير عن هالأداء والمطالبة أو شغلات. أنا هذا الموضوع مش متعلق بس بالرئيس نبري كرئيس مجلس النواب، أنا برأيي أهم رئيس نبيه بري هو عاصر مرحلة ما قبل اتفاق الطائف وبعد اتفاق الطائف. رئيس نبيه بري هو عضو بحكومة اللي تشكلت بال 84، كان وزير عدل. ومره يمكن وزير لشؤون الجنوب، صح. يعني الذي تحول الى مجلس 84 لليوم تقريبا 40 سنه. هناك حاجه انا برايي سواء من قبل الرئيس نبيه بري، طبعا هلا في ناس لهلا رغم انه رئيس نبيه بري حليف حزب الله وباحداث 7 ايار كان هو الحليف الاساسي ونزلوا على الارض، بس دائما بتتوجه المشكلات عند مين؟ عند حزب الله، رغم انه هو راس حربه سواء بسبع بست شباط ايام من ست شباط بالصراعات الداخليه، لكن طريقته وطريقه شخصيته وطريقه تحالفاته بالسابق الدعم السوري له، علاقته بالاستاذ وليد جنبلاط، علاقته بالطائفه السنيه كانت تخليه بالجزء من المسيحيين اللي هن ما كانوا قوات بالسابق ميشيل المور، كانت تعمله نوعا من انه هو الذي نقطه جذب او بسموه قصه بيطلع ارانب بالهداك. الان انا برايي خلصت القصه، رئيس نبيه بري مجرد اليوم من هذه القوة، حتى القوة السورية اللي كانت تدعمه بلحظات معينة حتى هي برات البرلمان جزء منها سواء بشكل طبيعي أو بشكل منظم، حتى يحكى عن علاقة متوترة يعني مع الجانب السوري. أيه هلا كان مطروح حتى من بعض القوى الجهات السورية أنه بدنا رئيس مجلس نواب جديد، ولو الظروف كانت متيحة وحزب الله بهذا الوارد، لأنه حزب الله عنده خيار الآن حفاظ على الوضع الشيعي، وإلا كان ممكن بهذا البرلمان يجي رئيس برلمان تاني غير رئيس نبيه بري لو الظروف اختلفت، بس لأنه في معركة الآن استهداف للوضع الشيعي حسب قناعتهم، لذلك اعتبروا أنه رئيس نبيه بري هو الذي يأخذ هذه المعركة. لكن أنا برأيي رئيس نبيه بري لم يعد هو الرئيس نبيه بري ما قبل الانتخابات النيابية. طب خسر رئيس نبيه بري إحدى المعارك الأساسية بجزين، أما بسبب سوء إدارة أو سوء تنظيم أو بسبب اعتراض من قبل قوى كانت حليفة له على مدار 30 سنة. الدكتور أسامة سعد كان حليف لحركة أمل على مدار 30 سنة، الدكتور عبد الرحمن البزري ما بعتقد بيومين كان ضد حركة أمل أو ضد الرئيس نبيه بري سواء والده أو هو، في حالة اعتراض شعبية حقيقية حتى داخل الوضع الشيعي، اللي بيقول انه ما في حالة اعتراض داخل الوضع الشيعي بيكون عم بيخبي عيونه. في حالة اعتراض عند قوى الثانية عم بتقول للرئيس نبيه بري او بتقول لحركة امل او عم بتقول للحليف الاساسي حزب الله انه نحن نريد ادارة جديدة. هلا حزب الله عم بمد ايده للقوى التغيير، والرئيس نبيه بري اللي عمله بخطابه بعد الانتخابات ثاني يوم اعترف بشكل او باخر انه في شيء جديد، وقال أنا أمد اليد للآخر، لكن هذا بده بكرة بعد ما تخلص معركة رئاسة مجلس النواب بده آليات عمل داخل البرلمان، بده آليات عمل. بس كمان المشكلة مش بس عند رئيس نبيه بري، المشكلة عند الآخرين، هل يستطيعون تشكيل قوة داخل البرلمان مؤثرة للتغيير الحقيقي مش للتغيير الشكلي؟ والله فتحنا شو اسمه تم الاحتفال فيها أنه والله أزلنا أسوار مجلس النواب، هذا على رأسي شغلة رمزية، بس أنت بدك تغيير الآن داخل البرلمان بآليات عمله بقوانينه بالمشاريع باستكمال اتفاق الطائف، هذه هي المعركة حقيقية. هيدي يمكن الرئيس نبيه بري أعطي فرصة سواء فرصة سياسية أو فرصة ربانية أنه الآن أن يختم مسيرته السياسية بالبرلمان بإصلاح حقيقي.
هو هذا مشروع حركة أمل وحركة المحرومين والإمام موسى الصدر، بناء لبنان جديد. إذا كان هذه فرصة أنا برأيي لن تعطى مرة أخرى، آخر مرة بعتقد، لا على مستوى انتخابات ولا على مستوى سياسي. أما الرئيس نبيه بري هالصورة القديمة لا يزال يحتفظ فقط أنه هو شخص بيقدر يحكي مع الآخرين داخل وبرا، يعني برا وجوا، سواء القوى الخارجية بيقدر يحكي مع الأمريكان والإيرانيين والمصريين والإماراتيين والإنجليز، ما عنده مشكلة لأنه حزب الله ما بيقدر يقوم بهذا الدور، لذلك هو الآن. وإلا إذا بدنا نحكي انتخابيا يمكن الأستاذ محمد العدد هو أولى يكون رئيس برلمان، بنحكي بالعدد، بمعنى عدد الأصوات، بمعنى عدد الأصوات 48,000 صوت. لأنك ذكرت هذا التفصيل لفتك، وكمان هذا الشيء يمكن مقارنته بعام 2018، يعني إذا بدنا نفوت الغوص بالأرقام التي حصل عليها الثنائي حزب الله من ميلة وحركة أمل من ميلة، حكيت عن اعتراض بات واضح في هذه الساحة، عبرت عنه الأرقام وبالخرق اللي حصل في الجنوب. لفتك أيضا حجم التفاوت بأعداد الأصوات ما بين مرشحين حركة أمل وحزب الله، وعلى ماذا يؤشر ذلك؟ يعني هذه بلشت بال 2018 بشكل واضح لأنه في صوت تفضيلي بالسابق ما كان مبين. طبعا حركة أمل بالأخير في حالة تراجع، يعني هذا بفترض حركة أمل بيعرفوها، مش أنا اللي بعرفها، أمام صعود حزب الله. لكن حزب الله كان باستراتيجيته خلال السنوات الماضية ولا تزال مستمرة أنه هذا التحالف مع حركة أمل تحالف استراتيجي وعنده أسباب الموضوعية والمنطقية أنا برأيي والضرورية، والآن زادت بسبب الهجمة الكبيرة اللي تعرضوا لها خلال هالسنتين ثلاثة. النقطة الثانية أنه ما يقوم به أو ما تقدمه حركة أمل حتى يعني بوجود رئيس بري أو بغيابه لا يمكن لحزب الله أن يقدمه، رغم تراجع الشعبي، لكن حركة أمل مشروعها السياسي اللي له الطابع اللبناني اللي أرسل إمام موسى الصدر حتى الآن حزب الله عنده بعض الإشكاليات في تقديمه. هذا التراجع العددي مؤشر يجب أن يدرس، وأنا أقول بغض النظر عن تراجع عند ذلك، أن يخسر الرئيس نبيه بري معركة جزين أكثر معركة أنا برأيي فائعة، لازم هو يدرسها، أنه هذه المنطقة اللي هو عنده قوة مهمة وكان عنده مرشح وكان داعمه ما قدر نجح هذا النائب افتراضا على أسعد حردان أو مروان خير الدين إلى أسباب أخرى. دلالة معركة جزين وما حصل فيها هو أكبر مما حصل فيما يتعلق بتوزيع الأصوات ونسبة الأصوات اللي حصل عليها مرشح. أنا برأيي هذه مع دليل أنك أنت في منطقة كانت تعتبر أنت ناخب أساسي فيها وعندك كتلة أساسية فيها ما قدرت طلعت هذا النائب افتراضا، دليل في مشكلة الآن. يفترض حركة أمل والرئيس نبيه بري يعملوا مراجعة، ما بعرف إذا عندهم مؤتمر إذا بيصير فيه مراجعة أو لا، هذا موضوع أنا بحكي به بمحبة مش عم بحكي به مالا تسجيل موقف. لكن حركة أمل لا تزال رغم كل التراجع هي قوة لبنانية ضرورية للبنان، وأنا بسمعها من الآخرين رغم أهمية حزب الله والمقاومة، لكن مشروع حركة أمل كونه مشروع غير ليست حزبا دينية، يمكن تعبير الإمام موسى الصدر استخدم تعبير حركة إيمانية أو حركة مؤمنة بميثاق حركة أمل، طبعا هي حالة مؤمنة لكنها ليست حزب إيديولوجي ديني، مرجعيتها الدينية بتروح عند المرجع آية الله السيستاني، يعني مش ولاية فقيه مثل حزب الله، بغض النظر عن كل واحد حقه اللي يؤمن بما يريد، وحتى حزب الله تطور بنظرته للبنان. لكن حركة أمل تبقى رغم تراجعها هي القوة التي تعمل توازن بالواقع الشعبي وبالواقع السياسي اللبناني، لكن هذا ما بيكفي فقط نظرياً.